استدعيت للجلسة بسموها جلسة المحاسبة، كانت برئاسة مصطفى مشهور، لأنه الحج عباس السيسي اتصل بي قال لي يا فلان عندك جلسة محاسبة مع مصطفى مشهور. فذهبت إلى التوفيقية في القاهرة لكي أحضر هذه جلسة المحاسبة، كانت في أغسطس أو سبتمبر عام 1987. كان فيها أحمد حسنين، عباس السيسي، مصطفى مشهور. مصطفى مشهور قال لي أنت متهم بأنه عندك كتيبة، وهذه الكتيبة أنت اخترتها، واللي أعدها الدكتور عصام الدين الشربيني، واللي يدفع فلوسها الدكتور محمود الساعي، واللي يدربكم الأخ محمود حسن. الكتيبة دي من جنوب شرق آسيا، من تايلاند. كان هذا آخر عهدي بالإخوان. أيوة. وأنا وإخواني تركنا ما يسمى بالإخوان المسلمين، افتككنا منهم.